في السليمانية في إقليم كردستان العراق. تجولت كاميرا ضوء بيننا كي تبحث عن شيء فريد لكنه ينفع مثالا لما عرف به العراق عبر آلاف السنين، أنه دليل التنوع والتعايش برغم الاختلافات الدينية والإثنية. ربما يبدو هذا الأمر متميزا اليوم بعد سنوات الآلام التي مرت بها البلاد، لكن بقاء الأديان والإثنيات المتنوعة في هذه الأرض تعني أنها تمكنت عبر فترات طويلة من الزمان أن تتعايش إلى جنب بعضها البعض، وليس ما حدث مؤخرا إلا استثناء في سيرة العنف، لأن خط الزمان يحكي لنا عبر هذه الأطياف شيئا آخر تماما. بمبادرة طيبة اجتمعت الديانات كلها تحت مظلة العيش الآمن ونبذ العنصرية والتمييز الديني، قامت بها المنظمة الوطنية للتنوع في كردستان العراق ولاقت ترحيبا من الجميع. ضوء جديد انبثق من مبادرة جديدة، تعالوا معنا نكتشف تفاصيلها. يمكن أن نسمع الحديث عن التعايش السلمي أينما تجولنا في ربوع العراق، وربما يكون معظم ما نسمعهم في هذا الشأن إيجابيين يسعون بالفعل إلى ترسيخ مبدأ القبول بالآخر والوطن الذي يتسع للجميع بلا أسبقية لأحد ولا أولوية لطائفة على أخرى ولا تقديم لدين على آخر، إنما فقط أن يكون الوطن للجميع. لكننا في جولة اليوم في مدينة السليمانية سنتتبع بالفعل التعايش والترابط بين عائلات وناشطين وشخصيات مجتمعية تتواصل بالفعل بينها بصرف النظر عن الدين، بل إنهم يبدون سعداء وهم يتعاملون على أساس إن كل الديانات والانتماءات إنما هي إشارة إلى فرادة التنوع الجميل الذي لا يريدون له أن يختفي من هذا البلد. المنظمة الوطنية للتنوع تأسست صار أكثر من سنة وكم شهر، تأسست على أساس التعايش الديني مع الأديان والأقليات والقوميات المتواجدة ضمن إقليم كردستان. وبالحقيقة خلال هاي السنة بمجهودات دكتور أحمد كتاو صارت فعاليات كثيرة، اشتركنا مع الأخوة من الديانة المسلمين من الشيعة، اشتركنا في شعائرهم الدينية، واشتركنا أيضا في ولادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محمد، وأيضا اشتركنا في عيد الفصح، واشتركنا في بغداد في كنيسة أيضا للمسيحيين المرمومين. منايا ورامز داي زاناي دلوفان خداي تاكو تنها لا يطمئن قلب الإنسان سوى بعبادة الرحمن، ولا يستبشر روح الإنسان سوى بذكر الحق. إن قوة العبادة مثل الجناح، يعرج روح الإنسان من الحضيض الأدنى إلى الملكوت الأبهى، ويعطي الموجودات البشرية صفاء ولطافة، ولا يحصل المقصود سوى بهذه الوسيلة. كانت محطتنا الأولى مع هذه العائلة العراقية من الديانة البهائية. العائلة تتعبد بديانتها كما أخبرنا رب الأسرة، لكنها تمتلئ احتراما للديانات الأخرى،
فالأصل كما يرى هؤلاء أن الأديان ترتقي بالإنسان، ومن أركان الرقي الإنساني هي احترام اختيارات الآخرين وتمجيد أديانهم التي يتعبدون بها، طالما يقبلون الآخر على حد إنساني يتساوون فيه جميعا. تعرف أكو هواية كثير من اللغط عن الأقليات اللي مغمورة، أو هواية ناس ما يعرفون شنو مثلا الزرادشتية أو البهائية أو الأزيدية أو الكاكائية. فإحنا موجودين عندنا في المنظمة من كل الفئات العرقية والإثنية والدينية، فهم صار تعريف، وصار حقيقة هذه السنة صار إزالة استيحاش بين كل الفئات، بحيث واحد عرف الأخ ونزالت هاي الأفكار البالية اللي كانت عالقة في الأذكان، إنه هذا يعبد فلان شيء وذاك عنده فلان شغلة، من هاي اللي يربطوها بالأقليات لأنه مجهولة. طوبى لأرض ارتفعت فيها ذكر الله، ولآذان فازت بإصغاء ما نزل من سماء عناية ربك الرحمن. أن أقبل إلى الله بقلب طاهر ونفس زكية ولسان صادق وبصر مقدس، ثم ادعوه في كل الأحوال إنه معين من أقبل إليه. يطمئن هؤلاء إلى أن النوايا الحسنة وحسن الظن بالآخرين ستكون مفتاحاً للقبول بأفكار الآخرين، وربما تصحيح بعض ما وصلهم عن طريق الجهل وعدم المعرفة. أما التماس والتواصل فهما الخطوة الأولى نحو إزالة ما يعلق في أذهان الآخرين عن الجهل بالديانات. الآن الحمد لله بواسطتكم والإعلام ظهرت للعيان، وبيناتنا أيضا بالمنظمة فشي واضح وصار تآخي جدا قوي. يعني هذا مفهوم جديد نحاول أن نخلقه في جو سليمانية. يركز أعضاء هذه المجموعة الناشطة في مجال تآخي الأديان وتقاربها على أن الأصل في الدين هو خطاب الإنسانية وإعلاء شأن المعبود والاعتراف للخالق بالفضل، وهذه تتوفر في جوهر الزرادشتية مثلما تتوفر في فلسفة الديانة البهائية مثلما يصدق عليها الإسلام والمسيحية، ولهذا نجدهم يعملون قولا وفعلا على التواصل مع أتباع الأديان العراقية كلها أينما كانوا وأيما اتبعوا، وربما يكون دعاؤهم هو الحبل الذي سيربط إنسانيتهم
جميعا. الدعاء موجود من بداية الإنسان. الإنسان وأول ما إجا على الخليقة كان من يصير عنده مشكلة من الظواهر الطبيعية كالبرق كالفيضانات يتجه إلى الله. هذا الدعاء حقيقة هو يوحد الإنسانية كليتها، يعني كل الأديان وكل البشر مشترك في التوجه للدعاء، والدعاء تطور حسب تطور الإنسانية وحاجتها والأديان. الأدعية هي التقرب الروحاني، مثل ما عندنا غذاء للجسم عندنا غذاء أيضا للروح، فالدعاء هو جزء من الغذاء الروحاني للبدن. وهذا في عقيدتنا أنه الدعاء هو تقرب إلى الله ورقي لأرواحنا للعالم الآخر، هذا المفهوم في الدعاء. الدعاء أيضا في الدين البهائي، أتكلم الآن مخصوص، الأدعية مخصوصة كثيرة، مثلا دعاء الخروج من البيت، دعاء خروج من المدينة، دعاء للولادة، لطلب طفل، للمريض، للشفاء، للمتصاعدين المتوفين، دعاء يعني في شتى مجالات الحياة موجودة لكل الأمور، في الزواج، في الخطبة، في كل هذه الأمور موجود دعاء مخصوص، أدعية مخصوصة لهذا الشيء. الإنسان هو الأوضح في أعين من التقينا بهم، والابتعاد عن الإثنية هو الصورة الأبرز في هذه الجولة، فكونوا على تواصل، فهناك تفاصيل أخرى تأتيكم بعد هذا الفصل. وطن يتسع للجميع، يقبل الجميع، يحترم أديان الجميع. أديانكم تجمعكم وتقربكم إلى الله، بينما يجمعنا الوطن كيفما كنا. هذه خلاصة ما تشتغل فيه هذه الجماعة المتنوعة، ولا نقول المختلفة. قسم من الوزراء جو باركولي في هذا في عند افتتاح المكتبة مالتي باسم مكتبة ميت لايبراري، فكنت لابسة قلادة لوجو زردشتي الفروهر، فالزردشتيين في كردستان اجوا عندي كلهم تعرفوا علي وكانوا فرحانين اكو امرأة ولابسة قلادة زردشتية، ففكرنا بأن نفتح منظمة لأن صار عددنا هواية. فعندما قبل ما نفتح منظمة احنا كتبنا رسالة كتاب لوزارة أوقاف، وقلنا لوزارة أوقاف بأن احنا لنا حق بأن عندنا منظمة ونقدر نمارس طقوساتنا، ونحب بأن يكون التعايش الديني بين الأديان كلها، واحنا هم لازم يكون لو مندوبنا في وزارة أوقاف لو يعينونا كمدير عام. فالوزارة قدم طلبنا إلى البرلمان، والبرلمان صدر قانون جديد، قانون رقم 5/2015، التي في من ضمن القانون هو كل ديانة في كردستان له حق في ممارسة طقوساتهم، وأيضا عندهم حق في بأن يكون لهم معابد معبدهم الخاصة، وأيضا يعني في بند ثاني بالمادة بأن أي واحد يستطيع إن ما يحب ديانته يستطيع أن يغير ديانته إلى ديانة أخرى. Thank you.
المنظمة الوطنية للتنوع أساس الفكرة كانت في أحد المؤتمرات التي أقمناها في محافظة سليمانية بحضور جميع الأديان والقوميات والأقليات والمكونات العراق كافة. فكرنا بأنه نأسس مجلس الوطني للتنوع بأنه يكون هذا المجلس بمثابة هدفها نشر مبدأ قبول الآخر ونشر مبادئ التعايش السلمي وفق مفاهيم حقوق الإنسان في العالم. ماستي وشتاستي وشتا ميت أشاي بيشتا يشاب راستي تشاكي وشاد مانيا راستي تشاكترين تشاكي راستي بيشكش بيبا كسيك لبينا يخودي راستي دار زوي جيشتن براستي بكا طريقة عالمية لا، لأن حضرتك تعرف بأن العراق إحنا طبعاً من كأقليم من ضمن العراق كان بها حكومات ديكتاتورية، يعني كل الحكومات ما كان يعطون مجال لزرادشتين، بالعكس هما هدموا معابدنا وقسم من رؤساء الدكتاتورية في العراق يعني قتل الزرادشتين وممنوع أي واحد يقول إني زرادشتية، ولكن إحنا إيش سوينا؟ بقينا في بيتنا طقوساتنا ويعني بشكل سري كان نعبد الرب مالتنا وطقوساتنا والزواج وهالاشياء يعني كان هذا بشكل يعني سري. نعم ورا ماده الخمسه في قانون 2015 يلا صرنا علني وبدانا بطقوساتنا كعلني بالطبيعه بالجبال مثلا، وايضا طلبنا بان يكون لنا معبد، ولكن لحد الان وزاره اوقاف ما اجى يعني ما ساعدنا بهذا. ميربان لكاتي نجدا بدساني فراسك شو دواكاري ازادي وارامي سر فرازي بوغجا فريدا كانت دكوازي ايزان اي ميربان نزاي زردشتيان قبول بفرمو لبينا ياشتي وازادي وارامي سر فرازي بوغجا فريدا كانت امرو لخاشي كردستان دا همو تبرا بو پیکاتی آینا کان اول دادین کوشش دادین اشتی و آرامی و پیکوش یعنی یک تفقل کردن بر قرار دید ای خدای میره با ناشتی و آرامی من بسر آبر جین او دجی جنگ و کشتار و نحزی و نتبایی بدور من عملنا كمنظمة NGO باسم المنظمة الوطنية للتنوع، اللي منظمة هاي المنظمة تضم بأعضائها من كل الأديان، من الديانة الإسلام والمسيح، الإسلام بشقيه المذهبين والمسيح والزردشتية والبهائية والكاكائية والصابئة المندائيين، ويضم قوميات كالشركس والتركمان والعرب والأكراد. كلنا نعمل متطوعين بيد وحدة، نستغل المناسبات والأعياد الوطنية والدينية بأن ننجمع جميع حتى يصير تعارف مع بعض وتعايش مع بعض، لأن الإنسان ما يقدر يحكم على الآخر من سماع طرف آخر، ولكن عندما نكون هذه اللقاءات والنشاطات بيناتنا راح يكون مباشر مع الجهة الدينية أو العرقية، فنعرف نتعرف على هذه الجهة من خلالها، وهذه يعني أنتجت فائدة كبيرة بأنه قمنا نتعرف على كل التنوع من خلالهم.
فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم قال: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. دانیشت قطابی کانی لیهات نپیشوا، زاری کرده و فیری کردن و فرمی. بختواری بو ایوا هجران لروح، چون ک پاشایتی آسمانان هی آوانه. بختواری بو پجار داران، چون ک دل نواهی دکرین. بختواری بو دل نر مکان، چون ک دبن به میراد گری زویکا. بختواری بو برسی و تین وکان، بو خدا ناسی، چون ک تیر دکرین. بختواری بو بزهی داران، چون که بر بزهی دکون. بختواری بو دل پاککان، چون که خواده بینن. بختواری بو دروس کرانی آشتی، چون که بر رولکانی خدا ناو دبرین. هذه الأدعية مثل ما شفت يعني تقرأ بتمام الخشوع والخضوع. الخشوع والخضوع لله تعالى سبحانه وتعالى، هو نعتقد أنه في هذا يكون يعني تجلي للروح ولمخاطبة المحبوب اللي هو الله. ففي أرقى سماته أنه نخضع ونخشع وبكل هدوء وسكينة حتى نقدر هاي الروح تترقى بهذا العقد. وهذا صحح أمور كثيرة كانت بمفاهيم خطأ كنا نسمعها عن بعض الأديان أو بعض القوميات، فمن خلال احتكاك المباشر والتعامل المباشر مع بعض قدرنا إلى نوصل إلى نتيجة حلوة وأخوة ومحبة بيناتنا. فكلنا اليوم نعمل متطوعين وننتهز الفرص ونخلق فرص كنشاطات رياضية، كنشاطات فنية، كمسرحيات للأطفال، بأنه نخلق فرص تعايش للتعرف بين المكونات. التعايش ممكن، والعلاقة المفتوحة المبنية على المحبة بين أتباع الأديان المتنوعة لا تستوجب الاختلاف، والبقاء جنبا إلى جنب في وطن واحد ممكن أيضا. وهذه التجربة المتميزة التي قدمها لكم ضوء بيننا تثبت هذا الإمكان. وللقصة بقية، والجزء الثاني سيكشف لنا كيف أن الشباب من أتباع كل الديانات والأعراق يمكن لهم أن يتقاربوا أكثر مما نتصور. في الجزء الثاني سنتابع المزيد. نترككم في أمان الله وحفظه.